ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني قد العالم كله. النهارده جايه لكم بافكار كده ظريفه ولطيفه، يا رب تعجبكم. قولوا لي رايكم برضو، وشاركوني كده افكاركم في اللي انا هوريه لكم النهارده. بصوا، انا كنت بتفرج على يوتيوب عادي جدا، بتفرج يعني على تشانلز بتاعت اجانب او كده، ولقيتهم بيعملوا حاجه اسمها ستراجل ميلز. اوكي، لما بيكونوا مثلا عندهم ضغطة في البادجت بتاعتهم او في الفلوس بتاعتهم، كل شهر بيعملوا وجبات توفر معاهم بحيث ان هم ما يصرفوش كتير، او مثلا اوقات بيبقى محتاجين يدفعوا ايجار مثلا في اسبوع معين، فما بيبقاش فيه فائض فلوس كتير لاكل او كده، فبيعملوا حاجه اسمها ستراجل ميلز زي ما قلت لكم. ففكرتين من الستراجل ميلز دول كانوا البرجر، والفكره التانيه كانت الميت بولز اللي انا هوريها لكم. الكميه اللي انتم شايفينها دلوقتي دي معمولة من نص كيلو لحمة بس، يعني نص كيلو لحمة عمل وجبتين كبار جدا زي ما انتوا شايفين كده، يمكن اكتر من 10 قطع برجر، و الميت بولز اهي زي ما انتوا شايفينها. كل الاكل ده اتعمل بنص كيلو لحمة مفرومة. هبقول لكم الوصفة في فيديو قريب ان شاء الله، ولو برضو حابين تعرفوا ازاي عملت البرجر اكتبوا لي في الكومنتس. الجزء التاني بقى من الفيديو ده هو التنسيقات بتاعت الرخامة بتاعت المطبخ. حبيت ان انا اوريكم ازاي ممكن بفريم صور بلاستيك كده زي اللي انتوا شايفينه ده، ممكن نعمل زي بدل ما يبقى يعني مش مضطرين ان احنا يبقى عندنا صينية او حاجة كده عشان نحط عليها التوابل او اي حاجة احنا عايزين نحطها، فممكن جدا بصينية بلاستيك بسوري فريم شكله فينتج كده زي اللي انتوا شايفينه ده، بيتباع في ضرب برابرة، سعره معقول جدا جدا من اول 35 جنيه، وفي محلات تانية كتير ممكن يوصل 50 أو 60 جنيه، وبرضو ستيل هو كده سعره معقول جدا. الجارز بتاعت السبايسز دي او التوابل كنت جايباها من ايكيا، وبرضو كان سعرهم كان لطيف جدا، مش فاكرة بالظبط كانوا كام، ممكن ترجعوا الفيديو المشتريات اكيد هتلاقوهم بالاسعار هناك. الفكرة التانية للتنسيق كانت عبارة عن كونتينر كده او زي باسكت يعني بلاستيك برضو، ده انا كنت جايباه في اول جوازي خالص، بس ما افتكرش ان هو دلوقتي سعره يعني مبالغ فيه او حاجة، وافتكر ان انتم ممكن تلاقوه في اماكن كتيرة جدا زي ايكيا، مورشيدي، اي حد بيبيع يعني ادوات بلاستيك للمطبخ او كده هتبقوا بسهولة جدا ممكن تلاقوا حاجة زيه. هي الفكرة ان انا حطيت برضو الجارز بتاعت السبايسز الاساسية اللي انا بستخدمها، وكتاب بكتب فيه الوصفات كلها اللي انا يعني بستوحيها من مكان او بخترعها او ايا كان، وطبعا بخلي دايما جنب النوت بوك اللي بكتب فيه الوصفات قلم عشان لو حابة ان انا اعدل الريسيبي او اضيف حاجة او اغير حاجة او اكنسل الريسيبي تماما مثلا فشلت معي او حاجة زي كده. ودايما بحب ان انا احط ورد صناعي موجود، يعني يكون طبعا شكله اقرب ما يكون للطبيعي. انتوا عارفين انا بحب الورد الصناعي قد ايه وبستخدمه دايما في الديكور بتاع البيت، هتشوفوا فيديوهات كتيرة جدا فيها تنسيقات للورود واستخدامات كتيرة قوي في الديكور للورود. وممكن احط فريم اعمله زي بورد صغيرة، هو فريم لسه بتاعي فاضي، ممكن احط فيه زي كوت محفز كده لليوم، او ممكن اعمله زي بلاك بورد او حاجة كده اكتب عليها مثلا اي حاجة انا عايزة اعملها او افتكرها او اي حاجة زي كده. و البوت بتاعت الورد اللي فوق دي انا كنت جايباها جاهزة، اللي هي فيها ورد بينك دي كنت جايباها جاهزة من ضرب برابرة، برضو لو حابين تعرفوا اي تفاصيل عنها يرجعوا للفيديو بتاع مشترياتي من ضرب برابرة. وبس كده، ده كان التنسيق اللي انا كنت عاملاه. انا بميل اكتر لده، يعني تاني واحد ده، لان انا بحب جدا قد ايه ماشي النوت بوك مع الورد اللي فوق مع الورد اللي جنبه مع الاسود،
الكلام كله بقى ملخص في أبيض أسود وبينك بس وأخضر يعني، فالcolor combination دي عجباني جدا. دي بقى السكرو درايفر اللي أنا عايز أكلمكم عنها، أو الماكيتا أو أيا كان انتوا بتسموها إيه. يا جماعة لو فكرتوا ان انتوا تشتروا عفش من ايكيا في اي وقت من الاوقات، دي اول حاجة لازم تشتروها من عندهم قبل اي حاجة هتشتروها. لو هتستخدم يعني لو هيبقى عفش او كده، مش هوم اكسسوريز. واوقات في هوم اكسسوريز برضو بتحتاج السكرو درايفر دي. دي يا جماعة عبارة عن، هي مش شنيور، هي عبارة عن زي مفك اوكي بس بيتشحن بالكهرباء. انا هشرح لكم فكرته كده عشان لو انتوا يعني ما عندكوش فكره عنه او ما تعرفوش ده ايه. بصوا بيبقى عامل زي مسدس كده، دي مسكته وهو وايرلس يعني ما فيهوش سلك، بيتشحن بالوصله اللي معايا دي، برده هوريها لكم. الجزء اللي فوق ده بيتحط فيه الاجزاء اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي بتبقى زي الطرف بتاع المفك من فوق، بتغيروا الشكل على حسب المسمار اللي انتوا عايزين تربطوه. يعني لو المسمار شكل معين بتشوفوا ايه التب او الجزء اللي هو المناسب للمسمار وبتركبوه في الجزء الفاضي اللي فوق ده زي ما انتوا شفتوا، وخلاص كده بيبقى جاهز ان انتوا تربطوا المسمار. الكيت بيجي معاها زي ما انتوا شايفين كده 2, 4, 6, 8, 10 تيبس من اللي هم بيستخدموا الانواع مختلفة تماما من المسامير. ده 10 انواع من المسامير. تقدروا بسهولة جدا تشيلوا وتحطوهم في مكانهم الهولدر بتاعهم ده. انا شخصيا بصراحة بحب ان انا احتفظ بالماكيتا دي او السكرو درايفر ده في العلبة البلاستيك بتاعته. هي بصراحة كانت في الاول بتيجي يعني حاجة عاملة زي شنطة او علبة كده بتتفتح وتتقفل بسهولة، بس على وقت ما انا جيت اشتري السكرو درايفر ده كانوا غيروا الباكجينج بتاعها وخلوه من النوع الديسبوزبل، بس انا برضو فتحته بشكل معين كده بحيث ان انا اقدر ان انا برضو احفظ الكومبوننتس كلها مع بعضها او القطع كلها مع بعضها عشان مفيش حاجة منهم تضيع او ادوخ عليها بقى بعد كده او كده. فده التشارجر بتاع السكرو درايفر زي ما انتوا شايفين كده، بتحطوا الجزء ده في الماكيتا دي او السكرو درايفر ده وبتشحنوه من الجزء ده. هوريكم دلوقتي، بصوا شايفين ده المكان المخصص للشحن، بتحطوا الفيشة فيه وبتسيبوه في الشاحن يشحن وقت يعني على حسب ما انتوا حابين تشحنوا قد ايه. بس الشحن بتاعه يا جماعه بيقعد وقت طويل جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا تقريبا شحنته يمكن مرتين او حاجه من ساعه ما جبته، وبستخدمه بشكل متكرر لان انا اوقات كتيره جدا بعد اما بركب الفرنتشر اللي عندي او كده بحب ان انا ساعات اغير مكانها او اغير او ممكن افكها خالص واشيلها وارجع اعمل لها اسامبلينج في وقت تاني. فعشان كده بقول لكم السكرو درايفر ده مهم جدا جدا. مش هتحسوا بالمجهود خالص وانتوا بتركبوا الحاجات غير لما بتستخدموا ايديكم، والمفك العادي جدا ده مجهد جدا ومرهق جدا خصوصا لو قطع كتيرة والمسامير كتير. فانصحكم بيه جدا جدا. بيجي مع الكاتالوج بتاعه في كل الديتيلز اللي انتم حابين تعرفوها لو حابين تقروا او تعرفوا يعني اي تفاصيل او كده. convenient جدا في الاستخدام وهاندي قوي في البيت، وانصحكم بيه بشدة جدا جدا جدا. سعره كان 350 جنيه تقريبا، وده بصراحة ما كانش رقم كبير خالص يعني مقارنة بالكمفورت اللي انتوا هتحصلوا عليها او يعني او الراحة اللي انتوا هترتاحوها من ان انتوا تستخدموا ده. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتم منه. اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين تعرفوا اي حاجة. بتوحشوني جدا جدا جدا، واستنوني فيديو جديد، ويا رب دايما الكونتنت بتاعي يكون عجبكم وعند حسن ظنكم. وباي باي.